احباء الفريقين يعرفوا ان النتيجه كانت لصالح النجم في مباراه الذهاب، هدف مقابل لا شيء لصالح النجم الرياضي الساحلي في حمام الانف. ننتظر انطلاق المباراة بين النجم الساحلي وبالفعل يعطي الحكم مجدي بن حاج علي إشارة انطلاق القوة منذ بداية المباراة. تسديدة فوق مرمى الحارس علي القاسمي، ضربة مرمى لصالح نادي حمام الأنف. قلنا حازم حاج حسن سجل هدف النجم الساحلي في لقاء الكأس الكونفدرالية. ترجع الكرة، هجوم سريع لصالح نادي حمام الأنف، التسديد وهدف. يسيب الكرة وليد ذكريدان الهدف الأول. شفت كرة راجعة الثانية ما فيهاش، نادي حمام الأنف يباغت ويسجل الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق على انطلاق الشوط الأول من المباراة. شوفوا كيفاش المباغتة صارت، هاي الإعادة طارق القضاعي. شوفوا الكرة كيفاش خرجت من مرمى، ترجع الكرة لصالح نادي حمام الأنف. الخطيرة التوزيع رأسية وجانبية لمرمى الحارس وليد كريدان، خطيرة مرة أخرى. محمد أمين الخلوي يتعدى الكرة، حلوة ياسر التحضير والتسديد والتغطية، والكرة فوق مرمى الحارس علي القاسمي. ضربة ركنية لصالح النجم الساحلي، أول هدف يسجله نادي حمام الأنف في الربع ساعة الأولى من مباريات البطولة، وكذلك أول هدف يقبل النجم في نفس الفترة من المباريات. شكرا عماد. ترجع الكرة، ترجع الكرة واحدة واضحه نيه روجي لومان، هو تحرير هذا المهاجم اللي قاعد يقدم مردود كبير. هل يعدل العريبي؟ يعدل، فك عقده الاخفاق لكريم العريبي، يسجل هدف التعادل للنجم الساحلي والاول ليه مع الفريق. روجي لومان يمنع ضرب الجزاء للعريبي، واضحه نيه حتى يفك العقده اخفاق المهاجم امامكم كريم العريبي، ونجح العريبي. النجم الرياضي الساحلي تابوا العمليه لصالح الاطوال في هذا التوقيت بعد تسجيل الهدف التعادل. النجم يبحث عن اضافه هدف ثاني، تسديده من قوي قويه برشا من ايهاب المساكني فوق مرمى الحارس علي القاسمي. هاو امامكم ايهاب المساكني، ما ننساوش انه مالك جمال يجيب الى الخلف يعاون. هاي رجعت الكرة لصالح النجم الساحلي، يحطها على ساقه اليمين، يحضر خطيرة برشا تسديد. هذه فرصة ضاعت عند داروين غونزاليس، فرصة كبيرة ضاعت على النجم الساحلي. داروين غونزاليس ضيع أول من لاعبي النجم الساحلي. ترجع الكرة لصالح النجم الساحلي في اتجاه ياسين الشيخاوي. شيخاوي يرفع كرة خطيرة لصالح النجم، وهدف. الهدف الثاني كوتشينج نجح، كوتشينج نجح لروجيرمان. شوفوا المراوغه اللي عملها ياسين الشيخاوي، شوفوا كيفاش رفع الكره، وشوفوا ماهر الحناشي كيفاش بتسديده راسيه في القائم الثاني سجل الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي في 10 دقائق لعب. ماهر الحناشي يضاعف النتيجه لصالح النجم الساحلي بالمليمتر. ياسين الشيخاوي ما كانش فما انسجام بعد إعادة وإرجاع هذه الكرة، ترجع لصالح النجم الساحلي. باهي المراوغة، باهي التحضير، وخطيرة، خطيرة والتسديد من كريم العريبي فوق مرمى الحارس علي القاسمي. هاو كريم العريبي أمامكم، كرة راجعة، تحضير كان باهي، تمويه من إيهاب المساكني باليمين، سدد بقوة بعيدة على مرمى الحارس علي. ننتظر التنفيذ، تتنفذ الركنية في محور الدفاع، محاولة لاستغلال الكرة، والكرة تعود بإشارة من الحكم مجدي بن حاج علي لصالح نادي حمام الأنف. في تشكيلة النجم في هذا التوقيت، تابعوا هذه العملية لصالح النجم، خطيرة، باهي المراوغة وحلو،
حلو حلو لكن فما قبل رايه باهي المراوغه من اياد المساكني او امامكم لكن الرايه سريع كان وسته بين الفريقين لحساب البطوله. هذا فرصه هدف ثالث كريم العريبي ضيع وايضا ماهر الحناشي فرصه هدف ثالث ضاعت على النجم الساحلي. كره اولى من كريم العريبي الحظ يعاند مره اخرى والامتياز دنيريت ايضا في الشوط الثاني اضاف الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي هو الانتصار رقم 107 للنجم على حساب نادي حمام الانف. قلنا 160 161 يعني فاز النجم في 61 مباراه هو الانتصار رقم 2